مين اكتر نجم صعب في الشغل يعني زي ما بيقولوا كده محنف قوي في التفاصيل تامر حسني تامر تامر حسني تامر حسني احنا بنغوص جوه التفاصيل هم. يعني ايه يعني بص في فرق ان حد مصدقك وسايب لك الموضوع وفي في فرق ان حد عايز يشارك معاك عايز عنده افكار كتيره جدا عايز يشاركك فيها فتامر في الحته دي هو طول الوقت وحمائي طبعا حمائي كمان حمائي من زمان قوي بقى يعني حمائي احنا من 2002 ما بدانا نشتغل احنا بنقعد نشتغل على كل تفصيله لدرجه لون النور اللون بتاع اللايتنج نفسه بيركز في كل كل حاجه طبعا. يعني تامر وحمائي الاثنين دول اكتر منير منير اصلي خد بالك كمان انت بتتكلمي في في طبيعه مزيكا مختلفه واغاني مختلفه فالاغاني اساسا بتخليك تروح في حته عمرو دياب انت بتتكلم برضه في تاريخ <applause> يعني بص انا محظوظ انا محظوظ ان انا مع الاربعه دول بلس ان انا محظوظ ان دول مصريين لان انا بشوف الناس بيتعاملوا معاهم ازاي بره مصر وبيقدروهم ازاي طبعا احنا الفن من عندنا من زمان من ام وعبد الحليم بس احنا ما شفناش ده لكن انا شفت ده مع مع الناس دي شفت قد ايه الناس دي عامله اسم مصر عن طريق الفن بره وم... و... والناس مقدره اسم مصر في الفن بسبب الناس دي